انا زي ما هشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتي وقناتكم اللبات تي في. والنهاردة الصراحة شفت فيديو منتشر على السوشيال ميديا في مصر وحبيت أشاركه مع متابعيني أشوف رأيهم في هذا الموضوع. هنشوف دلوقتي العروسة المصرية اللي كانت بتتجوز وهم بيكتبوا الكتاب وعطاها المأذون القلم عشان تكتب توقع يعني على كتب الكتاب، وحطت القلم وبدأت تملي شروطها على جوزها، أو مش تملي شروطها يعني إيه، بتقوله بتوجه له شوية حاجات يلتزم بيها عشان تقدر توقع على هذه الورقة. كل الكلام اللي قالته خلينا نسمعه الأول قبل ما نناقشه مع بعض، ولكن أتمنى من كل الناس من متابعين اللي بيشاهدوني سواء كانوا من المغرب أو من مصر أو من أي بلد في العالم إن هم يقولوا لي رأيهم، هل هذا الموقف أو هل هذا التصرف تصرف صحيح أم تصرف غلط، وشايفين الغلط فين فيه. أنا طبعا بعد ما نشوف الفيديو أنا هشرح وجهة نظري الشخصية واللي بتمثلني انا شخصيا، واللي لو حصلت معايا يعني هكون مش مبسوط او هناقشها كأن الموضوع حصل معايا انا. واتمنى ان كل الناس اللي بتشاهدني تقول لنا في التعليقات رأيها ايه من وجهة نظرها. تعالوا مع بعض الاول نشوف الفيديو ونرجع تاني بسرعة. اسمع يا ابني اسمع يا ابني، عايز اقول كلمتين يا بس. انا واثقه في ربنا وفيك انك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ما ندمتش يوم ان انا اخترتك، بل بالعكس كنت انت اعظم واحسن انتصاراتي واختياراتي في حياتي. هطلب منك طلب، انا زي ما هشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل اهلي امي ثم امي ثم امي. طبعا بعد ما شفنا الفيديو وشفنا طريقة البنت او العروسة مع جوزها او خطيبها، ما كانش لسه تم كتب الكتاب يسمى خطيبها، والموضوع انتشر على السوشيال ميديا بالزاف، وكان في ناس منقسمين يعني ناس مع العروسة بيقولك حقها وناس مع العريس بيقولك ان هي سوقت سمعته او سوقت شكله يعني. ولكن انا من هنا من خلال القناة بتاعتي حابب اتكلم من وجهة نظري الشخصية واقول الاتي. كل الكلام اللي قالته حلو وجميل جدا ولا غبار عليه، يعني ان هي تقوله يعني ان انت سندي، وان انت قالت له كلمات جميلة في الاول، وبعدين قالت له خاصك تحترم أهلي من الكبير للصغير وبالأخص أمي. الكلام ده بالطريقة دي وبالشكل ده عندنا في مصر يعطي رسالة أو يوحي برسالة معينة، يوحي بأن الست هذه من اليوم الأول في الزواج هي الركبة، هي اللي ركبة على الراجل. يعني بمعنى إيه ركبة على الراجل؟ يعني هي المتحكمة في الأمور. فكان الناس يعني منتظرة حاجة من اتنين، يكون الراجل يتقبل الكلام بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ويكمل الموضوع عادي وما يبوظش الجوازة، وفي ناس قالت انه كان لازم يتدخل الراجل ويقول لا ستوب، مش هذه هي الطريقة اللي المفروض تقولي لي بيها هذا الكلام. ولكن هي المقصود ان هي تقول له هذا الكلام امام الناس وامام الجمع وفي لحظة كتب الكتاب وتسيب القلم، هي بتوصل رسالة. ده من وجهة نظري انا، هذا تحليلي وهذه وجهة نظري. هي عايزة توصل رسالة للحاضرين والاهل والاهلها ان هي انت كده للأسف اهنتيه، مش اهنتيه في الكلام، اهنتيه بالاسلوب بتاعك بالطريقة بتاعتك، قللتي من شأنه قدام الناس وقدام الحضور. كنت المفروض تكوني أذكى من كده بكتير وتقولي له الكلام ده بينك وبينه. وبعدين أنا
لو انا الزوج وحش وناوي اعمل حاجه وحشه معاكي، مش عمري ما هاجي قدام الناس عشان كلمتين زي دول واحترم بقى نفسي، ولا كان اولى النصيحه او هذه الكلمات تكون بينك وبينه مش قدام الناس. وحتى لو كانت قدام الناس ما تكونش بهذه الطريقه الاجريسيف. طبعا انا يعني بتمنى ان هي تكون بينك وبينه، بين الزوج والزوجه، مش متكونش قدام الملأ، لان بيقولك النصيحه على الملأ فضيحه. يعني ما تجيش تنصح واحد على الملأ تفضحه. يعني معنى كلامك ان انت بتحذريه وبتحذري اهله من اي اساءه لاهلك، ولكن الكلام ما يجيش كده، ما يجيش بهذه الطريقه. دي طريقه تهديد، يعني طريقه، مش طريقه عروس مثقف بيعرف يعني ايه قيمه الراجل، قيمه الزوج. احنا طبعا عارف ان في رجاله كتير ممكن تخطئ في حق ازواجها وتخطئ في حق امهاتهم واهاليهم، ولكن احنا بنتخيل ان هذا الزوج زوج صالح، لان انت قلتي انا احسنت الاختيار وان انت هتكون سندي وهتكون ظهري، فمعنى ذلك ان انت احسنت الاختيار. وعروس بهذا الفكر اللي بتاعك هتكوني فصصتيه من يعني زي ما بنقول احنا من شعره ليه صوابع رجليه، فصصتي وعرفتي اصله وفصله وطباعه وكل شيء قبل ما تتجوزي. لما انت في الجواز بهذه الطريقه هتكون فتره الخطوبه عدت عليكي، يعني فصصتيه جيدا. فصراحه يعني انا ما عجبنيش هذا المنظر وما عجبنيش هذا التصرف، وكان ممكن تعمل مشكله كبيره ان حد من اهل العريس يكون ما عجبوش الكلام يتدخل. والمشكله الكبيره كمان ان الكلمات اللي هي قالتها دي ممكن تعمل حزازيات ما بين اهل العروس واهل العريس. كل اللي انت عملتيه كان ممكن يثير المشاكل ويثير ضجة في هذا الفرح او في هذا العرس. وانصحك وانصح كل بناتنا وكل اخواتنا وكل الناس يتعلموا ازاي تقديس الزوج من المرأة المغربية، يتعلموا. طبعا انا ما بعممش كل المصريات بهذا الشكل، وعارف ان في مصريات محترمات، مصريات يعني تعرف يعني ايه الزوج وتعرف يعني ايه تقديس الزوج وتعرف يعني ايه. ولكن يا جماعة اللي بينتشر على السوشيال ميديا بسرعة هو الوحش، والافعال دي افعال للأسف افعال غير صحيحة وغير منطقية وما يقبلهاش العقل ولا يتقبلها الانسان ولا تقبلهاش المجتمعات الشرقية بتاعتنا. إن عروسة تملي على عريسها شروط والطريقة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب في يوم الزفاف، صعب صعب. شوفوا المرأة، شوفوا الزوجات بتعامل أزواجها إزاي، مش شرط على الملأ. اتفق أنت وهو على اللي أنت بغيتيه، ولكن بينك وبينه مش على الملأ. هذه كان فيديو منتشر كنت لازم أطلع أعلق عليه، وفي نفس الوقت أعرف المتابعين بتوعي هل هذا تصرف يليق بزوج وزوجة، هل هذا تصرف على الملأ شايفينه عادي وأنا اللي مكبر الموضوع، ولا شايفينه بسيط ويعدي. أتمنى من كل المتابعين عندي يشاركوني في التعليقات ويقدموا النصايح. الناس الكبار اللي متجوزين ومروا بتجارب مرة واتنين يقدموا نصايح لبناتنا الصغار وإخواتنا اللي مقدمين على الزواج، إزاي تحافظ على زوجها، ازاي تحافظ على بناء الأسرة، ازاي تتناقش مع زوجها. هذه أمور مهمة هي اللي بتساهم في استمرار الزواج لسنين وسنين. كان فيديو لازم أعلق عليه لأني شفته منتشر جدا على السوشيال ميديا وحبيت أسمع آرائكم فيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.